السلام عليكم. هذه الحلقة أسجلها في الخارج، لذلك قد تسمعون بعض الضوضاء، آسف على ذلك. في هذه الحلقة سنقدم لكم الإحصائيات حول الخسائر وإحصائيات على القناة كذلك. الأسبوع الأول كان بداية الحملة، لكن هذا الأسبوع ستظهر نتائج الحملة، لذلك سنقدم لكم إحصائيات الأسبوع الأول. كما شاهدنا، جرائد تنشر 145 مليون خسائر لإفريقيا. مسؤول من دانون يكشف لموقع أن الخسائر كارثية وأنهم يدرسون تحويل الحليب إلى بودرة، خسائر في البورصة، لكن مسؤول الشركة تنفي. هما الاولين ان حيت احنا الى ما الى قطعوا لنا هذه المنتوجات جاولنا. مالك مخستع كده مش تشف. طيب الحمد لله هذه الساعه باقي الحركه كما هي. هذه الساعه الحمد لله. اسمع ماذا تقول. هل لاحظت كميه التوتر وهي تتكلم؟ قمه التوتر. الدليل على انها تكذب هو انه منذ مده قبل هذه المقاطعه انتشرت شائعة على واتساب تقول بأن رايبي جميلة فيه شيء غير صحي وما إلى ذلك. هذه الإشاعة البسيطة على واتساب والتي لم أعلم أنا بوجودها أصلا ولم تصلني. هذه الحملة البسيطة، اسمع كيف خرج مدير سنترال يبكي ويحصي الخسائر. 150 مليون درهم تحطات ويحطيناها المبيعات هبطت. تتحط 150 مليون ويجي واحد كيتفلى في واتساب يصيفط شي حاجة بحال هذه وتصدق 150 مليون تحطات حاتم. واليوم أمام هذه الحملة الكبيرة جدا على كل منتجات دانون تقول لك المسؤولة أنه لا يوجد أي خسائر وأن الأرقام ما زالت كما هي. الإحصائيات فقط بالنسبة لقناة كفاح على يوتيوب وصفحة كفاح على فيسبوك 5 مليون مشاهدة، مجموع المشاهدات على القناة فقط. عدد الدقائق التي قضاها المشاهدون وهم يشاهدون منشوراتنا حول الحملة في اليوتيوب 14 مليون دقيقة، يعني أنهم لا يدخلون ويخرجون بل يدخلون ويشاهدون. كذلك هذه إحصائيات مماثلة تقريبا على فيسبوك، كما احتلينا المركز الأول في توندونس اليوتيوب لمدة أسبوع كامل وما زلنا هناك في التوندونس في المراتب الأولى. نحن لا نفتخر بهذا، صحيح أن هذا يعني أننا نقوم بواجبنا في هذه الحملة، لكن هذا يعني كذلك تفاعل الجمهور الكبير، يعني هناك أغاني تطلق ولا تحقق هذا الكم من التفاعل. لذلك إذا كنتم فرحين بهذه الإنجازات التي ذكرناها في هذا الفيديو فهذا الأسبوع الأول فقط، أما الأسبوع الثاني الآن فهو أسبوع النتائج، والآن ستظهر نتائج كارثية وأنا أسميه بأسبوع الصمود. شكرا لكم ودمتم أحرارا. لمشاهدة الحلقات القادمة لا تنسى الاشتراك والضغط على زر الجرس لتكون أول من يشاهد، ولا تنسى كذلك الانضمام إلى صفحتنا كفاح على فيسبوك.